مساء الفل للناس الكل في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية. لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والأمور الاعتيادية لحظات قبل البداية الكروية الحقيقية. بايرن ميونخ فرايبورغ، أحييكم أنا رؤوف خليف في مهمة التعليق على مباراة اليوم. التشكيل الأساسي في مباراة اليوم. البداية يلعبها بينية أرضية والكرة ملعوبة إلى المنطقة ولكنها لا تجد أحدا في النهاية. مولر يوزع كرة على الأطراف، تدخل دفاعي ناجح تماما. كرة على الجانب، مراوغة بإبداع وبكل الإقناع. يلعب كرة إلى اليسار والكرة للمنطقة الأمامية. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة، يشتتونها. ليفاندوفسكي يمررها إلى يمينه. كرة طولية في المساحة الخالية، تحرك في توقيت مثالي لضرب التسلل. يلعبها طولية، يريد الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يركلها ناحية المرمى، لقد فعلوها. إن لم يكن في الإمكان أفضل من مكان، والكرة في أفضل مكان. تابع المباراة والنتيجة الآن 1-0. كرة طولية إلى الأمام، تلعب الكرة ناحية اليمين، يلعبوها للأمام. كانت الكرة بكل الخطورة لكنه سجل حضوره. يلعب كرة بينية، يواصل الحارس تألقه. تصدي ممتاز للكرة، كان هذا في غاية الروعة، وكأنه لا يحق له الاقتراب من هناك. يا له من إنقاذ متميز. يلعبها قصيرة، يرسلها إلى العمق. كرة مقطوعة بامتياز.
تعود مرة ثانية، الرأسية عالي العال، بنوا الهجمة بشكل رائع لكن اللمسة الأخيرة كانت مخيبة للأمان. كرة تورية في المساحة الخالية، خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها. يلعبها مرفوعة، فاتت ومرت ووصلت إليه، يستغل الفرصة ويسدد. أقل ما يقال عنها أنها خارج المرمى تماما. محاولة رائعة، تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. كرة تولية إلى الأمام، شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. ليفاندوفسكي يلعب كرة على الجانب الأيمن، يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة، وهذه هي نهاية الشوط الأول. قدموا لوحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول، والجماهير سعيدة بذلك، وعليهم المحافظة على هذا المستوى في الشوط الثاني. النتيجة هدف لصفر، وهي نتيجة صعبة وغير مطمئنة. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. لا يمكن، وأن تعول على التقدم بهدف واحد، بهذا تأتي فرصة للمنافس للعودة من جديد. على الفريق أن يفكر في تأمين النتيجة بدون اندفاع، بدلا من البقاء في مناطق الدفاع. والكرة إلى خارج المنطقة، والآن الكرة ملعوبة للأمام، يوسعها، الرأسية، محاولة شجاعة منه، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعبها طولية، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، عمل رائع على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية، وتخرج الكرة إلى رمي التماس. أرى تحركات عند مقعد البدلاء، أظن أنهم سيجرون تبديلا. لو مرت لكانت خطيرة، دفاع ممتاز. بايرن ميونخ لم يجري أي تغييرات، ليس متسللا هنا، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. كرة طولية إلى الأمام، لا لا، الراية مرفوعة، أظن أنها تسلل. كرة طولية من الحارس،
تلعبها دولية، افتكاك ممي، تدخل عنيف، المخالفة صحيحة، كرة دولية في المساحة الخالية، يبعدها الدفاع في هذه المرة. يلعب كرة دولية للمنطقة الأمامية. يحاول أن يلعبها بينية. يرسل كرة دولية إلى المساحة الفارغة. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. ممتاز ممتاز، إيقاع اللاعب على اليسار. هذه أخطر كرة في المشوار. يحاول فك دفاعات المنافس. كانت ستتغير النتيجة لتصبح 2-0. الدفاع قادر على التصدي لكل خطورة. توزيع على الرواق. نجح في تشتيتها وإبعادها. ليفاندوفسكي. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. نوير يتقمص دور المدافع ويبعد الخطورة. دقائق بل ثواني هي المتبقية من عمر المباراة ويتحقق لهم الفوز. انتهت المباراة، أطلق الحكم صافرته. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، وذلك بفضل خط الدفاع الذي كان في أفضل حالاته. بعد أن أحرزوا ذلك الهدف أرى أنهم نجحوا كثيرا بالحفاظ على التقدم في المباراة، والشباك النظيفة هي مفتاح النجاح.